بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجلة الصحة. أحبابنا الكرام، في هذه الحلقة نستضيف معنا الدكتور أبكر علي، ونتحدث اليوم عن اللثة. دكتور أهلا ومرحبا بك، ممكن تعرفنا عن نفسك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أبكر علي قاسم، خريج كلية طب الفم والأسنان جامعة الإفريقية العالمية. نعم، أهلا وسهلا دكتور. عرفنا عن اللثة. اللثة هو جسم كبير من أقسام طب الأسنان. نعم. تعريف بالنسبة للثة هو عبارة عن نسيج بيغطي جزء من الأسنان وأنسجة أخرى اللي بتثبت الأسنان. عشان الناس تعرف بطريقة البسيطة دي، إن هي اللحم القاعدة اللي هي نسيج بيغطي جزء من الأسنان. نعم. وأنسجة أخرى زي الحاجة بقولها ألفيولار بون، وحاجة بقولها بريدونتال ليجامنت، دي كلها حاجات بتثبت الأسنان، واللثة من ضمنها، من ضمن الحاجات دي يعني. ده التعريف البسيط. نعم. طيب دكتور، ما هي الأمراض التي تصيب اللثة؟ الأمراض اللي بتصيب اللثة في أمراض كثيرة جدا. نعم. ابتداء من حاجة بقولها جينجيفايتس، اللي هي التهابات، الالتهاب البسيط ممكن تقول، وبينتج أو يلاحظ إنه في بيحصل مثل نزيف في اللثة. النادم أول ما دخلت فرشة أو معجون أو بالمسواك أو حبشت اللثة بتلاحظ فيه دم. نعم. دي بداية بتاعة التهابات، ده أبسطها، إلى أن تتطور بتصل لأعلى المرحلة بتاعتها، بتصل لحاجة بقولها بريدونتايتس. نعم. البريدونتايتس ممكن عن طريق الأسنان بيتساقطوا، وممكن بتصل لحاجات متطورة جدا، ممكن بتصل للسرطانات بتاعة اللثة. نعم. طيب ممكن نتعرف على أنواع المرض اللثة؟ انواع كثيره قلنا. نعم. ابتداء من الجينجيفايتس ده. نعم. اللي هو الالتهاب ده بيسببها حاجات كثيره جدا، في من ضمنها البكتيريا، ومن ضمنها عدم نظافه الاسنان، في ناس ما بيهتموا بنظافه، او يكون عارف ينظف لكن ما عارف الاليه الصحيحه، يعني ممكن ينظف اسنانه ببروس لكن بتكون القاسي، النوع القاسي برضه، ممكن الفرشه القويه. نعم. ممكن بتعمل مشاكل برضه. وممكن يجيب الفرشه الناعمه اللينه دي، لكن النادم يكون ما عارف الطريقه الصحيحه، وبالتالي برضه ممكن يؤذي نفسه، او حتى اكيد استخدم الاراك ده، المسواك العود ده، برضه المفروض يكون عارف الطريقه انه تبرس كيف. نعم. ومتى، دي كلها حاجات، وإن النادم يستخدم الحاجات دي بطريقة غير صحيحة ممكن تؤذي نفسك يعني. نعم. طيب دكتور، قبل ما نخش في التفاصيل، الفرشة أو المسواك أو كل شيء، المفروض يكون وضعية الفرشة داخل الفم بتكون كيف؟ طيب، الوضعية بتاعت الفرشة داخل الفم في مدارس كثيرة جدا، المهم إنه الطريقة إنها ما تؤذي الأسنان وما تؤذي اللثة. نعم. الطريقة الصحيحة إنه تبدي من فوق، مثلا سطح الاسنان تبدي من فوق، تخطي البروس ده من فوق وتنزل لتحت، تكنسيو يعني. ايوه. نعم. لكن معظم الناس بيستخدموه فيرتيكالي. ايوه. نعم. ايوه، بالطريقه المعتاد بالنسبه للناس، هو طريق يعني هو ما صحيح يعني. الاحتكاك عن الفرشه مع السطح بتاع السن بيتعمل تاكل، في بعض الناس كتير خاصه المواتب، المنطقه بتاعت قبل الاضراس ده. نعم. الحتات دي بتكون واضحة جدا انه في تآكل ناتج للطريقة الغير صحيحة بالنسبة لاستخدام الفرشة او المسواك. نعم. ممكن تورينا بعض العينات وتحدثنا عنها بالنسبة للثة؟ بالنسبة للنزيف اللثة، قلنا من اسباب انه ممكن النادم ما قاعد ينظف الاسنان بطريقة كويسة، هذا بالنسبة للنزيف، النزيف عن اللثة دي بتبدأ كده. الحاجة دي أول ما حبشت الأسنان أو اللثة تلاحظي في دم، أو في ناس يقوموا الصباح يقول لك في دم قبل الصبح كده، يقوم إنه يلاحظ في دم في لثته. أيوة. نعم. ده بيسموه جينجيفايتس، ده أول مرحلة من مراحل بداية الالتهابات. نعم. وبتطور لحد ما بتصل لحاجة بقول لك بريدونتايتس، ممكن بتصل للصورة دي. ده لو ما تعالج، في ناس كثيرة بتتجاهل الحكاية لحد ما بتصل المرحلة دي. دي بسموها بريدونتايتس، فيها لوكالايز وفيها جنرالايز. ده جنرالايز بريدونتايتس، الصورة ربما بتكون واضحة.
بالنسبة لكم، تمام، اللي هي عبارة عن تراكم للمواد والأوساخ، الحاجات دي تتلخلخ بتدخل بين اللثة والأسنان. نعم. إلى أن وكل ما دخلت المواد دي بين اللثة والأسنان، اللثة ما بتدور، الأوساخ بترجع تخلي المحل، عظم الداخل داخل اللثة في عظم برده بترجع نفس المقدار بتاعت اللثة، رجعت اللثة لو رجعت مثلا 1 ملي، نعم، الألفيولار بون كله من داخل بترجع 1 ملي، وبالتالي مع الاستمرار بتحصل تخلخل بالنسبة للأسنان. نعم. وفي النهاية بتجي تسقط، يعني ده ممكن بدون تسوس. نعم. بدون تسوس. حتى إذا ما كان السيم متسوس. حتى ما في سوسة. في ناس بيجوا في مرحلة الجينجيفايتيس ممكن بتعالج، لكن أول ما وصل المراحل المتقدمة شوية العلاج بتكون صعب جدا، بتكون صعب. غالبا بتصل لخلع، لأنه يعني حتى لو بيجا بيتخلخل، الخلخلة دي عندها درجات، في جريد 1 2 3. أول ما وصلت المراحل المتأخرة دي في النهاية الطبيب يتخذ قرار إنه السن يطلع ما في حل غيره. أيوة، حتى بدون تسوس. حتى بدون تسوس. نعم. طيب من أخطر أنواع المرض التي تصيب، الأمراض التي تصيب اللثة هي؟ الأخطر الأنواع ده اللي هي المرحلة اللي بتصل للحتة بتاعت الأجريسيف بيريودونتايتس. في حاجة بقول لك جنرالايز أجريسيف بيريودونتايتس، يعني كل الأسنان تلقيهم فيهم الموبيليتي، والموبيليتي بتاعت الحركة تلقاها جريد 3 أو جريد من كل النواحي. يعني حتى المريض وكده يشكي يقول لك أنا ما قادر أكل، أو أصلا وكده تلقى جزء من الأسنان ما في أصلا، هو ما خلاص كده ما خلى أي خيار للطبيب إنه يدخل غير إنه يخلع. ففي زي الصورة اللي هسي وريتكم ليها عند بيريودونتايتس، ده مستحيل كونه يثبتوا الأسنان لتاني ما في. أيوة، أنا أساسا لسه أكلت خلاص يعني. انتهت فعلا من داخل، حتى الأنسجة اللي ماسكة الأسنان من جوا كلها أرخت بريدونتال ليجامنت. نعم. عبارة عن خيوط بتمسك الأسنان، هي تلصق السين بالألفيولار بون الداخل. نعم. كلها تكون خلخلت، وبالتالي في النهاية الأسنان ممكن بتسقط لوحدها. ومن أخطر ممكن برضو السرطانات. طبعا السرطان بالنسبة لأسبابه وكده الأسباب ما معروفة، لكن في حاجات ممكن بتساعد إنه حدوث السرطانات، من ضمنها الكحول، السجائر، الناس اللي بتدخن، والناس اللي بيسكروا، المرايس والحاجات دي بتساعد على تطوير الخلايا، أو ممكن بتعمل استيميليشن، أي بتحفز إنه النادم تكون عنده سرطان. أحبابي الكرام، ننتقل إلى التقرير التالي. التهاب اللثة هي حالة مرضية تصيب الأنسجة المحيطة بالأسنان، وهذا يسبب احمرار وتورم، كما يسبب رائحة كريهة بالفم. دكتور محمد أحمد إسماعيل يعرفنا عن أسباب والتهاب اللثة. التهاب اللثة يعني واحد من الأمراض الشائعة عندنا في المجتمع الجالي هنا، وواحدة من أسبابها عدم الاهتمام بالتسوق. في البداية المريض عندما لا يهتم بالسواك يبدأ الأكل يتراكم، بقايا الطعام تتولد البكتيريا تسبب الالتهاب. المريض يبدأ يشكي من نزيف في اللثة، تغيير في رائحة الفم، الدم نزيف في اللثة أثناء ما هو يتسوق. في الحالة دي قمنا عمل جلسة تعب مضافة، بالإضافة لأنه في مضادات حيوية وغسول تعفم يستخدم فترة من الوقت. والله هو كل مشاكل الأسنان في المقام الأول بتعتمد على المضافة، الاهتمام بنظافة الأسنان. التهاب اللثة صراحة يعني إذا المريض ما تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، من التهاب حاد بيتحول لالتهاب مزمن. الالتهاب المزمن فيما بعد بيتحول لالتهاب في العظم. العظم هو المثبت الأسنان، فبالتالي بعد فترة الأسنان بتبدأ تتحرك، وحتى المريض بيصل لمرحلة إنه يفقد أسنانه كلها. عشان كده بنوصي إنه يكون في متابعة دورية للمرضى، إنه يخصص وقت من يعني كل فترة إنه يكون في زيارة دورية لطبيب الأسنان. يتمنى الكل أن يكون له ابتسامة جميلة وأسنان ناصعة البياض، والابتسامة الجميلة هي عنصر مهم جدا في الحياة الاجتماعية، ولذلك يلجأ الأشخاص إلى طبيب الأسنان لإجراء بعض العمليات التجميلية. دكتور محمد أحمد إسماعيل، بالنسبة لتجميل الأسنان بالنسبة للمرضى اللي هم فقدوا أسنانهم، في أكثر من طريقة لعلاج.
في التعويضات المباشرة اللي هو التركيبات الثابتة والمتحركة. التركيبات المتحركة بتعتمد على عوامل كثيرة، عدد الأسنان المريضة الفقدة إذا كانت أعداد كبيرة والمريض في نفس الوقت هو كبير شوية في العمر، وفي نفس الوقت مثلا اهتمامه بالنظافة بأسنانه بسيط شوية ممكن نعمله المتحرك. إذا هو زي مثلا ملتزم وقادر إنه يهتم ينظف أسنانه بنعمل له التركيب السابق، وده بالنسبة للتركيبات. هناك بعض الأشخاص الذين تم معالجتهم، نستمع إليهم. لا والله الحمد لله، أنا كان أول قبل ده جيت وشيء كفي تحسن، لكن هسا اليوم ده الحمد لله كثير لي، يعني في عندهم تبديل أنا جذور سن كان ما في كل الركوب لك سن. والله يقنا حجي لكن ما يجب معين ده بأول مرة نجي. كما يتمنى الكل أن تكون لها أسنان جميلة ولثة صحية مظهر جميل، يجب عليهم زيارة الطبيب الأسنان كل فترة. طيب لذلك وضح لنا يعني من أهم الأسباب اللي ممكن بتخلي اللثة مريضة. من ضمن الأسباب ده زي ما بدينا إنه الناس غالباً في حاجة بقول لي البكتيريا. البكتيريا دي طبعاً بيسموها في الطريقة النورمال اللي بيسموه نورمال فلورا. النورمال فلورا هم كتار، يعني ما بكتيريا لوحدها. فيهم الباراسايت، فيهم حاجات ثانية عايشين أصلا المأوى بتاع فم الإنسان. في أكثر من 700 نوع من أنواع البكتيريا عايشين في الفم، ده موطنهم زي ما إحنا عايشين في الدنيا، دنيتهم الفم ده. وفي البكتيريا بتاعي تعمل كولونايز في بعض أنواعها، يعني البيبي الصغير أول ما تولد بنص ساعة لو عمله تشيك يلقوا بكتيريا في فمه بنص ساعة، لكن بالطريقة في حالة سوية أو في حالة طبيعية ما عندها بروبلم معك، ما عندها بروبلم مع بني آدم، ما لم النادم يحمل مثلا تاكلي وما تنظف الأسنان. الغرض إنه البكتيريا ذاتها هي محتاجة للغذاء، الأكل اللي إحنا أكلناه، البواقي هنوز الاكل القاعد بين الاسنان البكتيريا محتاجه ليها، هي تيجي تتغذى على البواقي ده، بتطلع الباي برودكت، بتطلع الفضلات بتاعتها عباره عن مواد حمضيه. الماده الحمضيه دي وعارفين مكونات بتاعت الاسنان بتتكون من ماده الكالسيوم اكثر حاجه. نعم. وبالتالي بتحصل رياكشن، بتحصل تفاعل بين الماده الحمضيه مع المكونات بتاعت الاسنان، وبالتالي بتحصل تنخر في السن، وكده البكتيريا كده أصلاً عايشة هنا قلنا كده، لقت بيئة مواتية، أي بيئة صالحة للمعيشة أكثر ولتكاثر أكثر. دكتور، الطرق العلاجية اللي ممكن إحنا نعالج بها الأسنان دي؟ طيب الطرق العلاجية على حسب السبب بتاعت المرض، إحنا هنعالج الأسباب أول. إذا كان السبب مثلاً قلنا بكتيريا، نشوف الطريقة اللي بيخلصنا من البكتيريا دي، لأن البكتيريا هي دايرة حتة تمسك عليها. لأنه في البداية حديثنا إنه ذكرنا إنه البكتيريا أصلا عايشة في الفم، لكن أول ما النادم بيجي ما بينظف بيكون في فضلات بتاعت الأسنان بتاعت الأكل بتكون قاعدة، والفضلات دي بتتحجر، بيتخش بين اللثة والأسنان، بيتعمل حاجة بقول لك هاي الكلص. وبالتالي في الحته دي لو بيجت في كالكولوس ده احنا نزيل الكالكولوس، هنزيلها يعني شكل مواد جيريه. ايوه المواد الجيريه نزيلها. نعم. وننظف سطح الاسنان كويس، نخلي الاسطح زي ما رب العالمين خلقها يكون مرصع انه ما في بكتيريا بتمسك عليها. نعم. او لو جايه الحاجه دي جات مثلا نتيجه لانه الناس اللي بياخذوا دراك مثلا بعد انواع الادويه برضه بتعمل مشاكل بهذه اللثه. من ضمنها الناس اللي عندهم ضغط، اللي هي ناس اللي عندهم تانسيون بل الدواء هنا تانسيون ده بيتعمل مشاكل عن اللثة، وناس اللي بياخدوا الدواء هنا صرع بيسموه فينيتوين. نعم. برده بيتعمل مشكلة بتاعت اللثة. في بعض أدوية تانية برضو. وبالتالي لو بيجت المشكلة نتيجة الدكتور هو اللي بياخد عن طريق التاريخ المرضي انه يسأل المريض انه لو طلع انه قاعد ياخد دواء يقوم يكتب له دكتور اللي كتب الدواء. نعم. اما الدواء ده يوقفه، اما يقللوا الدوز او يبدلوه بدواء اخر. نعم. كده وبالتالي رجعنا المشكلة. اي حلينا المشكلة يعني حسب الاسباب. ايوه. نعم. طيب دكتور، في هل بعض الحوامل
يقولوا إنه هم كان أسنانهم كويسات في أثناء الحمل مثلا بيحصل لهم نزيف وكده، كل صباح لما تقوم من النوم بيحسوا إنه في دم نازل. هل مع الحمل بيكون في حاجات زي دي مصطحبة معه ولا؟ أيوة نعم. برضو بالنسبة للسيدات أنه الحية دي مربوطة بالتغيرات الهرمونية. الهرمون بالنسبة للحوامل في تغير في الهرمون، وبالتالي بيتيهم حاجة والليب مثل نديكم صورة لها. ده بالنسبة للحوامل إنه مع التغيرات الهرمونية لو النادم لاحظت حاجة زي دي ونتيجة للحمل ممكن ترجع لأقرب طبيب أسنان. نعم. والطبيب هو اللي يقدر يرشد الحكاية وممكن يدي الدواء المناسب لها. نعم. فما هي بتخوف أصلاً بتحصل يعني مع الحمل مع التغيرات الهرمونية بتحصل حاجات زي دي. طيب دكتور، حتى الأطفال برضو أحياناً بتكون بنفس بالطريقة، أولاً ممكن نقول أسنان اللبن أو اللثة بتكون هشة بالنسبة للأطفال ولا كيف؟ بالنسبة للأطفال طبعاً الأطفال هم بيتأثروا بكل الأمراض بطريقة سريعة واستجابتهم للدواء برضو سريع، وبالتالي بالنسبة للأطفال احنا دوما نقول انه الطفل الصغير هو اصلا ما عارف ينظف اسنانه او يهتم بالاسنان. نعم. فقط البيرنت الوالدين في البيت او البيئه المحيطه اخوانه واخواته الناس الاكبر منه لو مهتمين باسنانهم اكيد الطفل برضه هيكون مهتم باسنانه. نعم. وبالتالي الاطفال دوما في حاله النظافه لابد يكون عندهم سوبرفايزر، عندهم نادم. عندهم نادم انه ينظف لهم الاسنان لانه هم بيبلعوا مثلا المعجون ده اكثر من 50% بيبلعوه. نعم صح حقيقه. بيبلعوه، بالتالي لابد بتكون بيحطوا لهم معجون حاجه بسيطه وعندهم معجون خاص يشوفوا لهم البروس اللين. نعم. ولابد بتكون احد الابوين هو يشرف على الحكايه دي. اول ما الحاجه دي بتبدا مع ظهور الاسنان، لكن الوقايه المفروض تبدا من قبل ظهور الاسنان. اول ما غذيتي طفلك الصغير حتى ما عنده اسنان تجيبي قطن، لو ما عندك تشيفي قطنه نظيفه وتجيبي المي تصبي فوقها حبه ملح. تمام. تدخلي القطنه دي تبلي وتجي تمسحي اللثه بتاعتها. ده من قبل ظهور الاسنان، الاهتمام بيبدا من هنا. بعد ذاك اول ما ظهر الاسنان تواصل نفس الحكايه دي لحد ما لو قدر ياكل اكل تشوفوا له برص طوالي، تيجي قبل ما ينوم ده تبرص له ينظف اسنانه ده بمعجونه المخفف لحد ما كبر شويه بيقى سنتين ثلاثه اربعه او سنتين ثلاثه خلاص لوحده ممكن يعتمد على نفسه. نعم. في النظافه. دكتور طرق الوقايه شنو؟ طرق الوقايه، الوقايه زي ما قلنا بتبدا من النظافه. نعم. مرورا بالروتين تشيك اب، مراجعه الطبيب. نعم. المختص عشان لو في اي حاجه من بدري بيتوريكم، حتى بيوريك الطريقه الصحيحه حتى للنظافه. انه انا بدايه حديثي ذكرت انه احيانا النظافه ذاتها بتكون مشكله في حد ذاتها. اكيد. انه النادم ما قاعد يستخدم الاداه بطريقه صحيحه. وبالتالي بيعمل تنخر كتار قاعدين يجونا في العيادات، هو نتيجه ل انه هو ايوه مهتم قاعد ينظف اسنانه لكن بطريقه الغير صحيحه في النهايه يؤذي اسنانه. بدايات بتكون حاجه بسيطه لكن مع الزمن بتتطور الى ان يجي النادم ما يقدر الحاجات البارده ما يقدر عليها، الحاجات الحلوه ما بيقدر عليها، والحاجات الساخنه ما بيقدر عليها. نعم. في النهايه قرر يرجع للطبيب يكتشفوا انه السبب انه كان اللي هي البروس المستخدمه أو العراق أو العود اللي قاعد يستخدمه بطريقة غير صحيحة. هو مراجعة الطبيب وقلنا النادم تبرسه على الأقل مرتين في اليوم، وأهم لينا المهم إنه الناس تبرسه بالليل قبل ما ينوم آخر حاجة. ترى نخش في المرحلة الثانية، النادم دجة وسنونه تعبت ونزلت وكل شيء، فإحنا دايرين نعمله عملية تجميلية. إحنا عايزينك تحدثنا عن تجميل وتركيب الأسنان. برضو التجميل برضو مجال كامل في ليه أخصائيين، في ناس بيتخصصوا بس المجال بتاع التجميل ده، وفي ناس بيتخصصوا مجال التركيبات. هي كلها بتجي تحت مسمى واحد اللي هي مسمى التجميل. من ضمنهم بيخش ناس الأورسو برضو، ناس التقويم، أنه الناس الأسنان مبرجلة. أيوة نعم. سنون داخل قدام وسنون ورا، سن فوق سن تحت، بقوموها. ده برضه خاش في المجال بتاع التقويم. هي الاسنان مجال كبير جدا، فيها تخصصات كثيره جدا، في تخصصات دقيقه
والأبيرنس أيوة المظهر بتاع بني آدم مهم جدا. وبالتالي الحاجات اللي بتحصل مثلا الناس اللي بتحصل لهم فقدوا أسنانهم مثلا نتيجة لبيريدونتايتس، الصورة بتاعت الالتهابات الحادة اللي وريناكم لها، الأسنان دي لو سقطت معناتها في النهاية أو لو خلعناهم نتيجة لأي سبب من الأسباب، في النهاية لابد النادم يجي يعوض أسنانه. أكيد خاصة لو بيجي أسنان أمامية. نعم الأمامية المظهر، مظهر البني آدم، وبالتالي يرجع ليها يرجع للتركيبات. أو في ناس اللي بيهملوا مثلا بتحصل تسوس برضو أو كسر نتيجة لأكسيدان، حاجة ضربتك كسرت جزء من الأسنان برضو، ده كله خاشي في التجميل. لو لجأت لطبيب الأسنان تلقي العلاجات أو العلاج المناسب أو التجميل المناسب بالنسبة للشخص. طيب دكتور الآن هل بتجروا عمليات بتاع التجميل وتركيب في عياداتكم؟ أي نعم. نعم التركيبات عندنا هنركب الأسنان، هبدأ الأضراس. التركيب طبعا بدأ من لتاريخ الآن يتطور كثير جدا. الآن بيجا يعني في بعض التركيبات حتى إلا جهات اختصاص نادم لو ركبوا له نادم بيعرفها ما فيه إنه مركب أسنان، لأنه في حاجة بيقول لك كام الحاجة وصلت مراحل كبيرة، يعني بيستخدموا الكمبيوتر إنه بيتحدد اللون والشكل وبيجيبوا سوا يعني. مدى قابلية الناس لعملية التجميل؟ القابلية طبعا خاصة الفتيات مع الصحفيين، الناس المدراء والمشاهير هم بيهتموا بالمجال بتاعت والممثلين برضو بيهتموا بالمجال بتاع الابيرنس ده اللي هي المظهر العام بالنسبة لهم أو مظهر الأسنان، دي حاجة مهمة شديد. الآن معظم الممثلين والمشاهير اللي بيظهروا بأسنان ناصع البياض عاملين ليهم حاجة بقول سناب أون سمايل، في مثل فيشر، في مثل الظفر الصناعي البنات بركبنا فيه أو السيدات بركبنا فيه هنا، في نفس الحاجة دي بالأسنان بيضغط المناطق اللي بتظهر مثلا أثناء حديثي أو أثناء الكلام، إنه وكده نتكلم الحتات اللي بتظهر دي كلها تضغط بمادة ناصعة البياض بيسموه سناب أون سمايل، في حاجة بقولها بينير، دي كلها حاجة بتاعت تجميل. والحاجة دي طبعا اهتمام الأكبر ياهو السيدات وكده. وفي حتى بالنسبة للثة الناس اللي عندهم حاجة بقولها قم سمايل وكده يضحوا مثلا لثتهم بتظهر، لثة تظهر دي كلها خاشية في التجميل. وفي حتى بالنسبة للأسنان المبرجة لو قلنا ديل بركبوا ليهم التقويم مثل حديد كمرصوصات بغصوم في الأسنان بيجر أو بيتقوي من الأسنان يعني. لكن دي فترتها طبعا بيتجر يعني من سنة ونص لسنتين لثلاث سنوات على حسب الحالة. طيب أكيد الأسنان هي طب بحر عميق يعني. وأكيد ما قدرنا نقدر نقطه على كل الحالات وكده. فدكتور إحنا يعني ضيقا للوقت داري منك كلمة أخيرة. طيب الكلمة الأخيرة أقول للمشاهدين إنه الناس لابد تلجأ لأطباء بتاعهم، لأنه زي ما ذكرنا إنه صحة الفم والأسنان، صحة الفم والأسنان من صحة الجسم، والوقاية دوما قلنا أرخص وأقل تكلفة من العلاج. أحبابي الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وكان ضيفنا الدكتور بكر علي، وكان تحدثنا عن اللثة وعن تجميل وتركيب الأسنان، وزي ما قال الدكتور الوقاية خير من العلاج. أحبابي الكرام إلى اللقاء.